أهلا بكم من جديد. أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على الحاجة إلى المزيد من الحلول الهندسية واستثمار التكنولوجيا المتقدمة لمختلف التحديات في صناعة التكرير نتيجة لنمو السكان والطلب المتزايد على الطاقة. جاء ذلك لدى رعايته افتتاح النسخة الثالثة من فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير بمشاركة عالمية تقارب 450 مشارك، حيث أكد معالي وزير النفط أن تحديات صناعة التكرير تتطلب زيادة العمل على تعزيز التعاون بين صناعة التكرير والتكنولوجيا، والذي يمثل تحدياً تواجهه شركات التقنية اليوم في ابتكار حلول خلاقة تساعد الشركات العاملة في تكرير النفط على تحسين عوائدها المالية وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وقد شدد وزير النفط على ضرورة تحقيق التوازن في ظل عدم التوازن الذي تواجهه دول العالم بشكل مضطرد في تقلب أسعار النفط الحالية، والتي أثرت سلبا على الدول المنتجة للنفط وكذلك العاملين والمستثمرين في مجال مصافي تكرير النفط. مؤتمر مختص في تقنيات التكرير، التكرير يحول المواد الخام النفط الخام إلى المشتقات البترولية. طبعا المواصفات تتطور مع الوقت، هناك اليوم مواصفات جديدة يعني أكثر ملائمة مع البيئة فيجب مواكبتها، ومشروع بابكو توسعة بابكو اليوم يعني يطمح أنه يعني يوصل بمشتقات التكرير إلى المواصفات البيئية الأعلى في السوق. ومجارات هذه التقنيات طبعا شيء مستمر، لذلك مثل المؤتمرات تعطينا الفرصة للتعرف على الشركات والعاملين فيها ومعرفة ما هو يعني موجود من تقنيات حديثة ممكن تطبيقها في المصافي اللي عندنا في بابكو والمنطقة كمان. يعني هذا شيء جدا مهم، ولكن هناك أيضا تحديات كبيرة في الصناعة النفطية في الوقت الحاضر، وهذه يعني مؤتمر الشرق الأوسط لتقنية صناعة التكرير في الوقت الحاضر ياخذ هذه التقنيات واللي هي جدا مهمه في الوقت هذه، وهذا وقت مفصلي بالنسبه لنا خصوصا في شركه بابكو، حيث اننا ناخذ يعني نبدا ان شاء الله العمل في اكبر مشروع في تاريخ مملكه البحرين وكذلك تاريخ بابكو بتوجيهات القياده الرشيده ودعم غير محدود من معالي الوزير الشيخ محمد بن خليفه بن احمد ال خليفه وزير النفط رئيس مجلس اداره شركه بابكو. والتحديات طبعا منها تقليل النفقات شيء واحد، ولكن في الحقيقه كذلك الانفاق على زياده المردود المالي. وقعت منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اليونيدو مذكره تفاهم مع جمعيه البحرين لشركات التقنيه بيتك، وستعمل اليونيدو من خلال هذه المذكره على تشجيع شركات التقنيه ورواد الاعمال في المملكه على المشاركه في النسخه التاسعه من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي لتكنولوجيا بيتكس. هذا ومن المقرر إقامة المعرضين تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد خلال الفترة من 19 وحتى 21 من مارس المقبل في العاصمة المنامة. وقد أكد رئيس مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين الدكتور هاشم حسين إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود اليونيدو للمضي قدما في تعزيز ريادة البحرين في مجال ريادة الأعمال والابتكار في مختلف المجالات، ومن بينها مجال تقنية المعلومات والاتصالات. اتفاقية اليوم مع بايتكس واتحاد تقنية المعلومات العربي واليونيدو هي لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تقنية المعلومات بالذات لشباب البحرين. هذه السنة الخامسة احنا بنشارك في المؤتمر ومعرض بايتكس، وهو لتعزيز واحطاء كثير من الدعم للشباب في مجال الاي سي تي. وهذه السنة احنا بنركز على ايضا تمكين السيدات في هذا المجال، لانه هذا يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة. هذه السنة الحقيقة احنا سيكون لنا ورشة عمل خاصة بما يسمى بالبلوك تشين، لان هي اهم يعني عنصر مضاف لاتجاهات تقنية المعلومات في العالم. فورشة العمل بيكون فيها متحدثين عالميين يتحدثون عن تطبيق البلوك تشين في صناعات متعددة بما فيها الأداء الحكومي. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
وصلنا إلى فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.19% مقفلا عند مستوى 1352 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,636,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 480,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 60 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 55% من إجمالي التداولات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فكما نتابع السوق المالية السعودية أغلقت على تراجع طفيف بنسبة 0.03% مقفلة على مستوى 8399 نقطة، مع هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاع تجزئة الأغذية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.15% مقفلة عند تمام 5500 نقطة، وذلك بدعم من تقدم أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي في تداولات اليوم. سوق أبوظبي للأوراق المالية كانت رابحة أيضاً، ولكن بمستوى ضئيل جداً بنسبة 0.01% مقفلة عند مستوى 4956 نقطة، وذلك بسبب ارتفاع مؤشر قطاعي العقارات وأيضا التأمين. سوق دبي المالية أغلق بتراجع بنسبة 20 النقطة المئوية لتقفل عند مستوى 2493 نقطة، بتأثير من تراجع مؤشر قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. سوق مسقط للأوراق المالية شهد ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.06% مقفلة عند مستوى 4181 نقطة، مع ارتفاع كافة مؤشرات البورصة العمانية. أعرب محمد العرضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى بنك إنفست كورب الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أعرب عن تفاؤله رغم كل ما يحكى عن تباطؤ في الاقتصاد العالمي. وقال العرضي في مقابلة مع قناة العربية على هامش منتدى دافوس 2019 إن الفرص الاستثمارية لا تزال موجودة، سواء في إدارة الدين أو شركات الملكية الخاصة Private Equity أو القطاع العقاري. وتبع أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا وهو ينمو بشكل جيد لجهة دخول المستثمرين أو التخرج من السوق، حتى إن الاقتصاد الصيني رغم تباطؤه إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6% جاءت إيجابية. وقعت وزارة الزراعة والمياه السعودية اتفاقية مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الدمام، ليكون أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي يطرح على المستثمرين بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل وإعادة تسليم ونقل الملكية بوت. وكشف تركي الحقيل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أن المبالغ الرأسمالية للمشروع بلغت 400 مليون ريال، وجاء نحو 72% من هذا التمويل عبر البنوك الخارجية، حيث يدل ذلك على رغبة كبيرة من القطاع الخاص المحلي والخارجي في الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: شركة جونسون أند جونسون تتحول للربحية خلال الربع الأخير من العام الماضي لتتجاوز تقديرات المحللين مع زيادة بالمبيعات. أظهرت بيانات حكومية رسمية ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى نحو 471 مليون دولار في ديسمبر 2018، ارتفاعاً بمقدار نحو 10 ملايين دولار مقارنة مع شهر نوفمبر. هذا وقد بلغت إيرادة قناة السويس 471.5 مليون دولار في ديسمبر عام 2017، وتعتبر القناة ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
يمهد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين الطريقة لإجراء استفتاء آخر على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي من خلال محاولة استخدام البرلمان لانتزاع السيطرة على عملية البريكزيت من تريزا مي. واقترح الحزب تعديلاً يتضمن التصويت على خيارات بينها دخول بريطانيا في وحدة جمركية دائمة مع الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء عام على صفقة البريكزيت، وهما مقترحان كانت قد رفضتهما مي سابقا. وكانت مي قد اقترحت مؤخرا تعديل اتفاقها في محاولة لإقناع نواب حزب المحافظين المتمردين والحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومتها. تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول عدة منذ أشهر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، الأمر الذي انعكس على منتدى دافوز العالمي في سويسرا وقد تمثل في غياب عدد كبير من الزعماء والقادة. وتزايدت المخاوف من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية أمريكية على دول عدة إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي. وبينما سجلت الصين أسوأ نمو سنوي لها منذ عقود، أضافت الولايات المتحدة المزيد من عدم اليقين على السوق العالمي، لا سيما في ظل التعريفات الجمركية والإغلاق الحكومي الذي على ما يبدو سيكون طويلا. تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال عام 2018 إلى 2.7%، وهو أدنى مستوى في 6 سنوات بحسب ما أعلنه البنك المركزي الكوري، في وقت تتراجع نسبة التأييد للرئيس مون جاي إن في استطلاعات الرأي بسبب المخاوف حول الاقتصاد 11 عالمياً. وأدى الاستياء الشعبي حيال الوضع الاقتصادي المتباطئ وخصوصا نسبة البطالة المرتفعة نسبيا بين الشباب إلى تراجع نسبة التأييد للرئيس إلى 50% فقط مقابل 80% في شهر مايو بعد قمته الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تحولت شركة جونسون أند جونسون للربحية خلال الربع الأخير من العام الماضي لتتجاوز تقديرات المحللين مع زيادة بنسبة 1% بالمبيعات. وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال تصنيع السلع الشخصية أنها حققت صافي أرباح بقيمة 3.04 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 10.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2017. وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.97 دولارا بالربع الأخير من العام الماضي.